مع بدء تغير حالات الطقس في العالم يبدأ نشاط الإنفلونزا الموسمية، لذلك ينصح الأطباء بالاستعداد لمحاربتها بأخذ التطعيمات اللازمة وتناول الطعام الصحي لتجنب حدوثها. للحديث أكثر حول الإنفلونزا الموسمية تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة مريم التميمي طبيب العائلة. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. بداية دكتورة، كيف يتم تقليص انتشار العدوى من الإنفلونزا الموسمية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة، أتمنى أن تكون مفيدة للجميع. طبعا كلنا نعرف أن الإنفلونزا الموسمية موجودة على مدار السنة وتصيب الفئات العمرية بنسب متفاوتة وعلى أعراض مختلفة في الشدة، ولكن نسبة انتشارها عادة تكون بزيادة ملحوظة في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وعلى ذلك يجب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات السلوكية والصحية الملائمة للحد من انتشار العدوى بين الجميع. أولا، تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان وأخذ المسافة الآمنة بين الأشخاص على الأقل على بعد مترين، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من أمراض الإنفلونزا، وتجنب الاتصال غير ضروري مع هؤلاء الأشخاص. غسل اليدين وتعقيمها باستمرار وتنظيف وتعقيم الأفرح والأدوات، عدم لمس العينين والأنف والفم، وعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين قدر الإمكان. يفضل لبس الكمامات في الأماكن العامة خصوصا الأماكن المزدحمة مثل المدارس ومناطق العمل للحد أيضا من انتشار العدوى. تعزيز المناعة بأطعمة صحية غنية بالفيتامينات المصادر المعدنية الطبيعية، والأهم من ذلك أخذ اللقاح السنوي للإنفلونزا وهي الطريقة الأفضل والآمنة للوقاية من المرض، حيث يؤمن هذا اللقاح الحصانة ضد فيروسات الإنفلونزا ويحد من مضاعفات هذا المرض خصوصا لفئة الأطفال والمسنين والحوامل والأشخاص ذو المناعة الضعيفة. وهذا التطعيم متوفر في جميع المراكز الصحية الأولية في مملكة البحرين. نعم دكتورة، ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية؟ تعتبر الإنفلونزا الموسمية من الأمراض اللي تسببها فيروسات الإنفلونزا المتنوعة وتأثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، وتتراوح شدة المرض طبعا ما بين الخفيفة والشديدة. تنتقل عادة عن طريق تنفس رذاذ المصاب وملامسة الأسطح الموضوعة. تشمل أعراض الإنفلونزا الحمى، السعال، الجاف، الصداع، آلام العضلات والتهاب الحلق وسيلان الأنف. عادة تتحسن الأعراض في غضون أسبوع تقريبا. هناك إجراءات متعددة يجب اتباعها كمريض عند الإصابة بالإنفلونزا. إذا كان الشخص صحي وخالي من أي أمراض مزمنة غالبا لا يكون هناك داعي لزيارة الطبيب. العلاج هو الراحة في المنزل والإكثار من الماء لتجنب الجفاف وشرب السوائل الدافئة، تعزيز المناعة بالأكل الصحي واستخدام العلاجات التحفظية في البيت كأدوية خافضة للحرارة ولتخفيف آلام الجسم، استخدام المناديل الورقية في حالة العطاس أو السعال لتغطية الفم والأنف والتخلص منه في أقرب وقت للحد من انتشار المرض، والأهم من ذلك المحافظة على النظافة الشخصية واستخدام الأدوات بشكل شخصي، تجنب المخالطة في وقت فترة حضانة المرض على الأقل 5 أيام من بدء الأعراض، وفي حالة استمرار الأعراض أو زادت في شدتها أو لم تستجب للعلاجات التحفظية لابد من زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن لتفادي أي نوع من أنواع المضاعفات، ودمتم سالمين جميعا. نعم دكتورة مريم التميمي طبيب العائلة، شكرا جزيلا لك.